لا على كل حال، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فعلى كل حال، كل ما يجي الإنسان في هالدنيا دي أقدر الله عز وجل، والإنسان مهما كان يصبر على مقدر الله. الله. فيوم صدمني عامل قطع الشارع طول عمره ما شاء الله من أقصى اليسار حذف الموتر يمين. كفو. ولا نجان عاد مسرع شايف. والحمد لله انا ما قلب. الحمد لله. اي والله انت مسرع ابن عايف. ها الحمد لله على السلام. اي والله مسرع. والله انا جاي هنا، انا معسيدي. غافل انت. وهو لا ماني غافل. ايه هو حذف الموتر من اقصى اليسار لليمين بيدخل مع شارع فرعي. الله المستعان. والحمد لله تلقاه مشتغل بالجوال. الحمد لله على السلام. عاد طرالي بعض الابيات. ايه وش قال؟ يا حسبي يا الله على الهند وعرضاته وما قدر الله رضا ينافي مقاديره وما قدر الله رضا ينافي مقاديره العبد يصبر على الأقدار لا جاته وقول يا الله عسى فيها ميت خيره وقول يا الله عسى فيها ميت خيره الدهر ما نعلم بحاضره غيباته ومكتوب في جبهتك يا العبد تقديره مكتوب في جبهتك يا العبد تقديره واركان الايمان سادسها علاماته تومن بما قدر الله دون تفسيره تومن بما قدر الله دون تفسيره اللي رضى بالقدر تكتب حسناته والعبد ما ينفع كثرة محاذيره والعبد ما ينفع كثرة محاذيره وترزع الماء يغير فاية فاته ما غير يحرقه شيطانه بتبريره ما غير يحرقه شيطانه بتبريره يا الله يا اللي خلق ارض وسماواته وفهن وما بينهم بامره وتسييره وفهن وما بينهن بامره وتسييره تحفظ ملكنا ولي عهد خطواته تحفظ لنا من سكن بالدار والديرة تحفظ لنا من سكن بالدار والديرة وتحفظ لنا من سكن بالدار والديرة لنا من سكن بالدار والديرة صح لسانك وعدت لسانك الحمد لله على السلامة يا أبو نايف الحمد لله على السلامة دافعت